مهرجان الثقافة والسياحة الأول بالرياض، واللي هو في يومه الأول في اليوم الافتتاحي، وتخللته العديد من الأنشطة بما في افتتاح السوق التجارية والفنية، وكذلك جولة على الدراجات الهوائية، واستمتعنا في المساء بعروض فلكلورية وثقافية. بقيت برنامج المهرجان ولا يتواصل المهرجان على مدى 4 أيام. يوم الغد إن شاء الله نواصل في السوق التجاري والسياحي والتفاعل الفني، وعندنا جولة في المنازل التقليدية اللي وقع تجديدها في القرية نتاعنا يوم الجمعة، ويكون الاختتام يوم السبت مساء بنوع من العروض كالعادة الفولكلورية والسياحية. أهداف المهرجان شنو حبيتوا، شنو الهدف منه؟ والله الهدف من المهرجان هو إعطاء دفعة للقطاع السياحي للتجربة اللي هو حقيقة تضرر بعد الثورة وشد تراجع ملحوظ. دونك إذا كان كل واحد من جانبه يحاول أنه يدفع شوية الحركة السياحية في الجزيرة، نتصور النجم ونرجع للمستوى اللي كنا عليه وإن شاء الله حتى أحسن. شفتوا لطفي فما حتى يظل أجانب في لجنة تنظيم؟ لجنة التنظيم فما لي ريزيدون معناتها اللي هما المقيمين في جزيرة جربة، وفما الحق الأغلبية هما أولاد الرياض اللي متشجعين على إقحام وإدراج القرية في المنظومة السياحية متاع الجزيرة. Comment vous avez trouvé l'ambiance? Superbe, superbe. Des coutumes, des traditions, des... Oui, puis moi, très, très, très agréable de cette journée. Si pour la première fois, vous assistez ça? La première fois, vous avez assisté? Oui, oui, oui. Et vous habitez ici à Djerba? Oui, à Midoun. À Midoun. Merci. Je vous en prie. عم حسن بن مشيشي، مرحبا بك في جربة. أهلا وسهلا، مرحبا بك. أنت اليوم شاركت في مهرجان الرياض، كنت تعطينا فكرة على المشاركة بتاعك اليوم مهرجان المدينة هذا جديد. شوف، أنا سبقت أني شاركت في معارض عديدة بالجمهورية التونسية من 94 حتى التو تقريبا هنا في المعارض. بالنسبة لي بكل صراحة ستيوم بريمير، نوعية جديدة متاع حضور، فهمت كيفاش؟ نتمنى انه اللي قدمت يكون في المستوى، يكون يتماشى مع الحدث. على شنو ركزت عم حسن؟ على شنو ركزت في ال... والله هو المعرض نتاعي بالاساس الثوره التونسيه، فهمت؟ مشيت على الثوره، ثم في الاثناء وقعت بعض حاجات، وقعت بعض احداث اللي مشيت معاها ومشيت معاها، خدمتها، حاولت نوصلها طريقتي، كان الصحابي يوصل ولا المنشط يوصل المعلومة بالكلمة، ولا نوصلها برسم. نعم الطريق أصعب شوية هي، ولكن الحمد لله أنه إن شاء الله تكون وصلت المتلقي اللي هو الزائر. فهمت؟ شنو انطباعاتهم الزوار، شنو انطباعاتهم بالنسبة للوحات بتاعك؟ والله من غير غرور، من غير حتى شيء، كانت انطباعات خارقة العادة. كنت اتمنى ان واحد يقول لي لو عملت غلطه باش مش بنصلح روحي، لكن فما غلطه ويلزمني، يلزمني جوستومون، لكن فما عندي غلط عملت فيقني عليه، خاطر ماك تعرف نو ني بارفي، الكمال لله، كل حد يقول. اتمنى انه بنصح ناس هوش في النهر ما لاوش في البحر، ممكن ناس بنصيحه نتاع انسان صغير. كاريكاتور هي فهمتي معناها ميت اون ريليف، انا سام دي كوا كاريكاتور، صح كل حاجه. هي سي لار دو غونفلي لي شوز، ديفينيسيون دو لا كاريكاتور سي لار دو غونفلي لي شوز. كيفاش انا نحب لي نضخم عمل تراثي، قلت لي ما عنده حتى ما كان باش نضخمو، انا باش نبدل له المجرى نتاعو تفسيره، نورطو ليا كيفاش عندي حد نضخم حدث سياسي رياضي. يعني انت متمسك بالكاريكاتير يعني؟ انا ارتيست، كنت كل حاجه، انا رسام الكاريكاتير، جت في الاثناء، بعد عندي 40 سنه تجربه في الكاريكاتير. معناها بالنسبه لي الكاريكاتير ولات بكل صراحه جزء من حياتي، الفن بصفه عامه، ما نجمش ما نرسمش، يلزمني نهار كل في المرسم نتاعي وانا نصور انجي. اي 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 حاجه تصورها اسمها فن هي تقرب لي. بالنسبه للانسان ما يعرفكش عم حسن، شنو تقول له؟ انسان ما يعرفكش، خاطر لما يكون تم شو اللي حب يعرف عليه ساعه؟ اي حاجه، شنو تقول له مثلا؟ شو اقول له؟ انا انسان ما يعرفنيش يقول لي شكونك انت؟ حسن مشيش العمر 4 سنين
رسام كاريكاتور أب لي فتلال بنته وابن وعندي دي بتي فيس بتبيعة كيف بار كل جو مبلي نعيش شيخ لأنه في ميداني أصلي شيخة اسمه ألوان وأفكار فتلال وكذا إذن اللهم أنعمت فزد هذا وحسن مشي عايش في نعمة وربي يديم عليها النعمة ذي شكرا على مصرياتك يعيش مرحبا بيك.